خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال، وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على دعوة أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. فروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا تتكلوا على قرابتي، أنا لا أقدر أن أدفع عنكم مكروها يريده الله. وجاء في رواية مسلم أنه قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بالمعروف اللائق بها. ويدخل في هذا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، والرحم هم أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه، من جهة أبيه وأمه، كل هؤلاء من الأرحام. والسر في الأمر بإنذار الأقربين، أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع. وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم. فلا تحابيهم، وإن كانوا أقاربك صارحهم وأعلن لهم الدعوة وقرر لهم التوحيد، بيّن لهم الأمر، بيّن لهم الحق ولو كانوا أقاربك. ثانيا، أقاربك إذا اقتنعوا أدعى الاقتناع من بعدهم. إذا أعرض الأقارب يمكن يكون هذا صد من بعدهم، لأنهم سيقولوا: إذا كان أقارب ما آمنوا به. لكن إذا آمن الأقارب يشتد عود الدعوة ويكون لهذا وزن عند الناس. استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام أول واحد من أقارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير صبي، فكان أول صبي يدخل في الإسلام. قال الترمذي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر،
وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين، ابن عمه، وأول من أسلم من نساء خديجة. قال ابن حجر رحمه الله: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ملحا عليه، يدعوه في عامة الأوقات، لكن أبو طالب ما استجاب، مع أنه كان محاميا مدافعا، لكن ما استجاب. وإني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يوقن ويعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام خير الأديان في الخليقة، لكن كان يحذر، يخشى من الملامة والشتيمة، فيقال ترك دين آبائه، ترك دين أجداده، ترك. ما كان أبو طالب يتحمل هذا الكلام من الآخرين، ما أسلم. لما حضرت أبو طالب الوفاة، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهادا بالغا لهذه الفرصة الأخيرة، وهذا الرجل أحسن إليه ودافع عنه، فحري به أن يواصل إلى آخر لحظة في دعوته. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده من؟ أصدقاء السوء، شلة السوء. وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب أبوه. قالوا: تترك دين أبيك؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، لا إله إلا الله، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، أمات وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله قال لنبيه بشأن عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه البخاري ومسلم. قبل المعاينة، قبل النزع، حضر عنده يعرض عليه الإسلام، لأنه إذا صار في مرحلة المعاينة، يعني عاين الموت ونزع الروح ورأى الملائكة، ما عاد ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلص، فرعون لما حضره الموت قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن الآن ما ينفع. كانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب ب3 أيام. فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتين عظيمتين، اجتمع عليه مصيبتان عظيمتان: وفاة عمه المدافع عنه، ووفاة خديجة الزوجة الوفية التي كانت تكفيه وتنفق عليه وكانت تشد من أزره رضي الله عنها. كان من أواخر الكلمات التي قال أبو طالب قبل أن يموت للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. لولا أن تعيرني قريش، تقول إيه لما صار عند الموت ضعف وترك ملة أبي عبد المطلب وراح أخذ القبر، لولا هذا الكلام لأقررت بها عينك. لكن هذا الكلام ما ينفع. الإنسان يجب أن يتبع الحق مهما تكلم الناس فيه.